للوقوف عند نتائج زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى الولايات المتحدة وفشله في تحقيق مطالب داعمي حكومته من قوى الإطار التنسيقي بشأن إخراج القوات الأمريكية من العراق، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، مرحبا بكم. محمد السوداني ذهب إلى الولايات المتحدة وهو يحمل مطالب الإطار التنسيقي التي تقول لابد من إخراج القوات الأمريكية من العراق، ولكن السوداني عاد مجددا إلى العراق واستبدل اتفاقية الإطار الاستراتيجي باتفاقية حملت عنوان التعاون المشترك الدائم بين قويسات. هل السوداني جاء بجديد أثناء الزيارة دكتور حامد؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة يا أستاذ محمد، تحياتي لكم والجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة الزيارة يعني حسب توقعات مسبقا حتى قبل الاتفاق على مواعيدها التي تغيرت باستمرار، يعني تأجلت منذ عام ونصف تقريبا بعد أن شكل الحكومة السيد السوداني، كان هناك الحقيقة توقع بالفشل لأن هناك تناقض كبير بين مطالب الميليشيات الولائية والحشد الشعبي وطبعا بعض الأحزاب التي تتبع إيران وبين إصرار أمريكا على أنه تبقى، حتى تصريحات للسفيرة الأمريكية في بغداد يعني أمام السوداني نفسه، وطبعا قائد القوات الدولية كان أيضا يذهب مع السفيرة للقاء السيد رئيس الوزراء. فالفشل كان الحقيقة متوقع مسبقا، بالتحديد أيضا الزيارة كأنها يعني إنهاء فرض، يعني وأنا سميتها الحقيقة بالتعبير الشعب المصري، يعني اللقاء السوداني بالرئيس بايدن يعني التم المتعوس على خايب الرجاء كما يقال. نعم يعني الاثنين فاشلان، لذلك غطوا على فشلهم الحقيقة في هذا اللقاء. استعراضي كان أكثر مما هو يعني لقاء جاد يعني إبرام اتفاق أو شيء من. طيب دكتور، دكتور نواب عن الإطار قالوا إن ما حصل خلال زيارة السوداني إلى واشنطن هو العكس تماما، أي عكس ما تريده قوى الإطار التنسيقي. ماذا نتوقع من موقف بالنسبة للإطار التنسيقي تجاه بقاء محمد السوداني في سدة الحكم ورئيسا تنفيذيا للعراق؟ الحقيقة يعني الداعمين للسوداني الآن إذا كان على شكل الأحزاب والكتل والزعماء أو الجهة الأخرى الولائية يعني قادة الميليشيات ينقسمون أيضا على ذاتهم بشكل واضح الآن، لأنه نعرف أنه الآن الوضع متوتر جدا من ناحية عسكرية من ناحية أمنية، دخول إيران والقصف المتبادل والرد الفعل بين إيران والكيان الصهيوني وأمريكا أيضا وحلف شمال الأطلسي، هذا الحقيقة يوتر الأمور أكثر، لأنه هم جميعا الخط العام يريدون مسك العصا من الوسط بين إيران وبين أمريكا، لا يريدون أن يفقدون السلطة، بالنسبة لهم الهاجس الأهم هو بقائهم بالسلطة، لذلك يتنازلون لهذا الطرف أحيانا والطرف الآخر. الاتفاقية الحقيقة اللي أول بيان الختامي يدل دلالة واضحة يعني بتعاون، يعني إبرام اتفاق تعاون دائم واستراتيجي. طبعا أيضا تشخيص يعني مكامن الخلل في قضايا العملة وتهريب العملة وغسيل الأموال والفساد وغيره، كلها أقر بها السوداني إقرار واضح بالبيان الختامي، هذا اعتراف لا يمكن يعني التغاضي عنه، اعتراف أيضا بالفشل لأنه هو أصلا هذه العملية لما يصادق على بيان ختامي مع الرئيس الأمريكي بأنه نظام، هذا النظام نظام المحاصصة الذي يهيمنون عليه نظام فاسد فاشل، إذا هذا فشل، راح يرتد على القوى الأخرى أنه يحاسبوه كيف تقر بهذه يعني الاعترافات التي نريد بشكل أو بآخر أن نرفعها عنا لبغية البقاء في السلطة، هذه من ناحية. من ناحية ثانية أيضا يعتبر استسلام للإرادة الأمريكية إذا كان هناك منافسة من قبل إيران، فهذا يزعزع الموقف الإيراني إلى حد ما. هو في الموقف الإيراني دكتور حامد، في الموقف الإيراني وردت إشارات في البيان العراقي الأمريكي المشترك إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، نفهم من هذا أن القوات الأمريكية باقية على الأراضي العراقية لزمن غير محدد وحتى إشعار آخر،
ولكن هذا البقاء وهذه السطوة الأمريكية على العراق هل يرضي إيران التي تعرضت كما تعرفون لضربات أمريكية موجعة، خاصة يعني من بينها مثلا مقتل قاسم سليماني؟ هل سترضي إيران هذه الاتفاقية؟ بالتأكيد لا يرضيها، لكن الأخطر من هذا أستاذ محمد هو أنه هل يرضي الشعب العراقي؟ نحن نغض الطرف عن الموقف الخارجي الآن، لأنه الصراع الحقيقة بين أو المنافسة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية له بؤر كثيرة. يعني نشاهد الآن في جنوب لبنان، في غزة، في سوريا، حتى عبر المملكة الأردنية الهاشمية، الآن هناك نقاط خلاف في البحر الأحمر، في مضيق هرمز، في يعني الحقيقة في باب المندب، هناك نقاط كثيرة، العراق هو جزء منها. لكن الأخطر منه هو أنه ردة فعل الشعب العراقي، هل يرضى هناك معارضة لبقاء القوات الأمريكية من جهة واستمرار الميليشيات، وهذه متعلقة بالثانية. يعني هناك شماعة الحقيقة لإيران موجودة من أنه وجود القواعد الأمريكية يشجعها على دعم الميليشيات الولائية، وبالعكس الأمريكان أيضا يستخدمون هذه الشماعة بأنه هم موجودون لأن هناك رغبة بالتوسع الإيراني من قبل يعني الميليشيات، وهناك الحقيقة الآن طوق محيط بالكيان الصهيوني. العملية معقدة إلى حد بعيد، وهذه الحقيقة تكرس فكرة أنه الشعب العراقي والأراضي العراقية ستكون عاجلا أم آجلا مسرح أحداث خطير. الشعب العراقي هو يكون الحقيقة لا سمح الله وقود لهذه التحركات إن حدثت، خصوصا وأن هناك يقف الآن إلى جانب إيران معسكر شرقي واضح الآن. يعني الخلاف ليس مقتصرا على إيران، المنافسة الإيرانية الأمريكية الغربية الصهيونية، وإنما هذه امتدت من أوكرانيا إلى غزة، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم تمتد فيما بعد إلى تايوان. الآن هناك الحقيقة بؤر، وهذا يتأكد بإقرار الكونغرس اليوم يعني ميزانية الدعم 95 مليار دولار إلى كل من الكيان الصهيوني وأوكرانيا وتايوان. إذن هناك الحقيقة تصعيد عسكري واضح، جزء منه إيران، والشعب العراقي الحقيقة علينا أن نفهم بأنه لا مصلحة له ببقاء القوات الأمريكية والميليشيات الولائية على الأراضي العراقية. دكتور حامد، لو طالعنا بعض ما صرح به نواب البرلمان وهم تابعون لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نور المالكي، قالوا إن إخراج القوات الأمريكية ليس من مهام البرلمان. هل هذا تراجع من قبل المالكي والإطار التنسيقي، تعتقد ذلك؟ تمام، لأنه الكاظمي لما ذهب في وقتها لما ضغطوا عليه الإطار التنسيقي في إخراج القوات الأمريكية ذهب إلى واشنطن لعقد اتفاق، فالاتفاق تم على أساس هؤلاء مستشارون وليسوا مقاتلين يعني، وكان عددهم 2500. لما رجع الحقيقة باعتبار أنه الحكومة هي اللي تقرر، هي اللي تطلب من الحكومة من الإدارة الأمريكية، باعتبار أنه الاتفاق تم بين حكومتين وليس بقرار فقط منعزل من قبل مجلس النواب. لكن الآن إذا حول، هو قرار يجب أن يتحول إلى مجلس النواب مرة ثانية، يعني يطلب السوداني من مجلس النواب إلى تحويله بدل ما يكون قرار إلى قانون، مثل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على سبيل المثال. إذا تحول إلى قانون في هذه الحالة مجبر السوداني ومجبر الحكومة، حتى الإدارة الأمريكية مجبرة بالرضوخ إلى إرادة مجلس النواب. لكن هم لا يريدون الآن، هم مؤجلين. يعني حتى من مصلحة الآن بصراحة أنا أقولها، الكل يريد الحقيقة التستر على الخذلان الذي أصاب حتى القواعد، قواعد الإطار التنسيقي الآن، من أنه إخراج القوات الأمريكية ليس برغبة فقط من قبل القادة، لأنه هناك شروط أمريكية فرضت على السوداني وحكومته والإطار، وهي عقوبات. يعني ممكن أن تفرض عقوبات، من ضمنها وأسهلها هي قضية التلاعب بقيمة الدينار العملة، وطبعا بعثرت وخلق فوضى في داخل العراق. اعتادت أمريكا أن تقوم بهذا العمل لإسقاط الحكومة، وطبعا أيضا خلق إلى حد ممكن أن تكون هناك حرب أهلية في البيت الواحد، وهذه مكمن الخطورة في الوضع السياسي العراقي للأسف الشديد.
عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لكم.